مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا انا نسيت اسوي المقدمه، علشان كذا لما رجعت البيت افتكرت ان انا لسه ما سويت المقدمه. اليوم خرجت وتسوقت، فحبيت اني اشارككم واهو نتسوق مع بعض واوريكم ايش الاشياء اللي موجوده في السوق. كمان هذا كان بناء على طلب بعض البنات، طلبوا مني اني اوريهم ايش اللي موجود في السوق وايش الاغراض يعني خاصه تبع الاعراس اللي موجوده في السوق. وبس والله كان هذا فيديو اول فيديو تشوفوا لي، لا تنسوا تضغطوا زر الاشتراك سبسكرايب الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا جرس الصغيرون علشان تشوفوا الفيديو. أتمنى كمان تعمل هذا الفيديو لايك وتشاركوا مع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والآن يلا نبدأ الفيديو. اليوم كان في مطر، فعلشان كذا المراية نظيفة كثير. والعكس صحيح. لما دخلت هالمول لقيت في حفل، فصورت لكم قيادة البنات الصغار لما بيرقصوا. أنا بالعادة ذوقي جدا صعب، يعني بتلاقوني ألف في السوق برا مرتين، أروح عدة أماكن، وفي الأخير ما بيعجبني ولا أي حاجة. ما أدري الغلط فيني ولا في السوق، بس أكيد الغلط في السوق يعني مو فيني. هالفستان لفتني، شوفوا كيف شكله. وهذا لتيجان، وهذا تبع العرايس، هذا المحل تبع العرايس. اعتقد ترتيب الفساتين كذا، اول واحد الاصفر اللي هو يوم الذهب، والثاني يوم الحمام، والثالث الزفاف، طبعا هذا معروف لانه ابيض. شوفوا معايا هذا اللبس التراثي اليمني، هذا العروس بتلبسه. فشوفوا هذا طبعا كله عبارة عن فضة، فشوفوا قديش شكلها ثقيل جدا. صاحب هالمحل قال انه هالفساتين لساتها واصلة من تركيا، فحب يورينا اياها. فشوفوها معي اختاروا فين احلى فستان حبيته. هالفستان حبيت لونه ولمعته، بس الريش انا ما احبه في فساتين السهرة. قولوا لي تحبوا الريش انتوا بالفساتين؟
حابة انه اشتري فستان، بس لاحظت انه اغلب الفساتين تبع عرايس، يعني من خلال لمعتها ونفشتها كذا تبان تبع عرايس. انتو ايش رايكم؟ انا بشوف انها تبع عرايس، انا كذا ما ادري صح كلامي ولا لا. حبيت الفستان البنفسجي، أحسه في اللبس بيكون حلو أنيق. كمان ملاحظين انه هالسنة الأكمام الدارجة شكلها كذا. مين كذا مثلي بتحب تشوف المحلات من برا وبتعرف إذا أغراضها حلوة ولا لا، مع أنه بعض الأحيان بتكون معاهم بضاعة بس مخبيينها وما بيعرضوها إلا للزباين السبيشل كذا، أو اللي عارفين أنهم راح يشتروا فهم مخبيينها. أنه ليش كذا؟ أنه مفروض أنهم يصيروا يلا أوكي. اللي بيدوروا على الأندومي الكوري الحار أهو لقيت لكم. ملاحظين انه انا في كل فلوج لازم اني اصور ايس كريم، ففلوجاتي لا تخلو من الايس كريم، واصلا كذا يعني بعد السوق وتعبها لازم ابرد على قلبي. يلا الحين ناكل سوا الآيس كريم. والحد هنا بنكون كملنا الفلوج، والحين رايحة للبيت. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وكمان قولوا لي تحت إيش من الفساتين حبيتوها، وطبعا كل الأماكن اللي رحتها راح تلاقوها تحت في صندوق الوصف. شكرا لمتابعتكم، أشوفكم فيديو جديد، باي باي.